السلام عليكم. لو عندك حد في جريد 4 جريد 5 جريد 6، فالفيديو ده اهم فيديو ممكن تشوفه الفترة. انا جاي النهارده اعمل لك عن اكبر حاجة ممكن تشوفها الناس في الترم الاول 2024. ايه هي يا مستر؟ شرح المنهج كامل مضغوط. انا دلوقتي الدنيا تايهه مني، بايظه مني، مش فاهم حاجه او فهمت بس نسيت. فانا عايز اجهزك انك تدخل امتحان اخر الترم، سيبك من امتحانات الشهور والكلام ده، انا عايز اجهزك انك تدخل امتحان اخر الترم الدنيا مظبوطه معاك. طب هتدخل الامتحان ازاي وانت طالع نازل طالع نازل، حاجات واقعه منك في المنهج، حاجات ما كنتش فاهمها عايز افهمها، حاجات يا مستر انت ما شرحتها ليش فانا عايزك تشرحها لي تاني. الكلام ده اعمله لك ازاي؟ الكورس اللي انا جاي اعلن عنه ده كورس شامل شامل، ثلاث حاجات. اول حاجه شرح المنهج كامل، منهج الترم الاول 2024 كامله في الماء، جريد 4 جريد 5 جريد 6، ماشي؟ شرح المنهج كامل هنشرحه مضغوط، اكيد مش هشرحه درس بدرس، لا مضغوط. والناس اللي جربت معايا قبل كده شرح المنهج في 7 حصص، شرح المنهج في 8 حصص، شرح المنهج في 6 حصص، هتفهم اللي انا بقوله. انت ما جربتش معايا حاجه قبل كده هتعمل ايه؟ اللي انا جاي اقوله، شرح المنهج كامل مضغوط. بعد كل يونت هنخلصها هعمل لك امتحان او اثنين على اليونت. يبقى انا خلصت شرح يونت 1 مثلا، هاجي بعدها اعمل لك ايه؟ هعمل لك امتحان او اثنين على يونت 1. طبعا الامتحان هيتبعت لك وهتمتحنه وهنصححه لك وهنبعت لك الدرجه بتاعتك وكل الكلام ده بنظام معين هنمشي بيه. تمام؟ يبقى انا قفلت يونت 1، هدخل على يونت 2 اشرح، بعت لك امتحان او اثنين تحلهم تبعتهم يتصححوا، يرجع لك التصحيح بتاعه وتشوف الدرجه بتاعتك، تشوف الاخطاء بتاعتك كده. طيب انا دلوقتي شملت لك ايه؟ كل يونت امتحان، يونت امتحان، يونت امتحان. فانا خلصنا بقى شرح وخلصنا امتحان على كل يونت، نعمل ايه؟ قال لك ما وقفناش عند كده، احنا خلاص خلصنا شرح، طب نعمل ايه بقى يا مستر؟ تاني حاجه، تاني حاجه هعمل لك مراجعه عامه على المنهج كامل. كامل بقى شامل كده، نعمل مراجعة عامة برضه بطريقة معينة هنعملها. ثالث حاجة حل نماذج امتحانات على المنهج كامل. نماذج امتحانات زي اللي هتجيلك في الامتحان بتاع آخر السنة، نماذج امتحانات بنفس نمط الامتحان اللي هتشوفه في آخر السنة، الورقة اللي هتيجي قدامك في آخر السنة آخر الترم يعني، هتمتحن ازاي؟ الامتحان ده عامل لك منه امتحانات هتمتحنها وهنصححها لك برضه وهنحلها مع بعض. فيبقى انا مشيت معاك من اول ايه؟ من اول انك تايه مش عارف حاجه في المنهج. لو انا مش عارف حاجه في المنهج خالص، فانا شرحت لك من اول كلمه لاخر كلمه في المنهج. تمام؟ يبقى خلصنا من شرح المنهج. تاني حاجه عملت ايه؟ عملت لك مراجعه شامله على المنهج ده كله. ثالث حاجة عملت لك إيه؟ عملت لك نماذج امتحانات حليناها مع بعض وأنت كمان حليتها بإيدك. طيب أنت جاهز للامتحان وداخل الامتحان. من الآخر، من الآخر كلمة واحدة، أنا من أول ما تحجز الكورس ده، من أول ما تحجز الحصص دي شرح المنهج كامل لحد ما تدخل الامتحان، يعني من اول ما تحجز لحد ما تدخل باب الامتحان انا معاك. فالحجز ده مش هيبقى عباره عن شرح المنهج وخلاص، لا عملناها السنه اللي فاتت شرح المنهج بس، لا السنه دي طورنا منه، هعمل لك شرح المنهج هيتعمل على امتحان على كل وحده في خلال الشرح، في خلال الشرح، وحضرتك هتبعت الامتحان بتاعك وهيتصحح لك وهيرجع لك التصحيح بالاخطاء اللي عندك. يبقى ده الشرح، زودنا عليه مراجعه شامله، زودنا عليه نماذج امتحانات وحل نماذج امتحانات كتير علشان تدخل الامتحان جاهز مش محتاج اي حاجه
والناس اللي قبلكم مجربين وعارفين. طبعا ابطال جريد 6 دلوقتي بيسمعوا بقى طايرين من الفرحه لانهم مجربين الكلام ده قبل كده في جريد 5. تمام. بالاخر الكورس ده كامل كده، شرح المنهج والمراجعه النهائيه بنماذج الامتحانات بتصحيح الامتحانات كل الكلام ده، هيبقى كورس شامل كده ان شاء الله هنبداه يعني في اسرع وقت. ماشي، انت بس بادر بالحجز، بادر بالحجز. هتبعت رساله واتساب، هتبعت رسالة واتساب، مش هتتصل لأن هم مش معاهم الأرقام، هم معاهم الواتساب بس. هتبعت رسالة واتساب على الرقم ده اللي هيظهر لك قدامك على الشاشة دلوقتي، اللي هو 010، اكتب ورايا 010 80 14 17 46. هتبعت رسالة واتساب بالرقم ده، إن شاء الله هيكون لك تعرف يقول لك ازاي تدخلها، ازاي تاخدها معايا. طبعا يعني انا بحاول اقول كل التفاصيل عشان لما تبعت له الرساله يبقى انت جاهز. ماشي، ان شاء الله هيقول لك تعرف الحصص دي هتبقى على زوم، يعني هتبقى على زوم بمواعيد بناخدها مع بعض، بطلع لك لايف، بتبقى موجود معايا. تمام. تمام. طب يا مستر انا في ظروف حصلت، النت فاصل، الكهرباء قطعة، الميعاد مش مناسب، كل الكلام ده، هنعمل لك ايه؟ هنعمل لك الحصه دي مسجله، يعني الحصه اللي هديها النهارده هتبقى لايف مثلا في ميعاد معين، المواعيد طبعا هنتفق عليه. تمام؟ هيقول لك يعني الاسيستنت لما تبعت له هيقول لك المواعيد، قول له بس انت جريد كام؟ وقول له، قول له انا عايز احكي شرح المنهج كامل جريد 4. ايه التفاصيل؟ هيقول لك التفاصيل. خلاص؟ هتبقى زوم، على زوم لايف، بعدين ان شاء الله هتبقى مسجله، هنبعتها لك مسجله لو انت عندك اي مشكله تقدر ترجع لها في اي وقت من الاوقات لحد يوم الامتحان. خلاص. يبقى باختصار شديد الفيديو ده كان فيه ايه؟ الفيديو ده كان فيه حاجه قويه هتبدا الفتره اللي جايه، سارع بالحجز بسرعه في اسرع وقت تحكي، علشان خاطر اول ما الدنيا تبدا مش هستنى حد، يعني مش هستنى حد يبقى كده، انا هبدا على طول اول ما الدنيا تجهز واقول يلا نعم. طبعا هيضيفك في الجروب وهيعمل لك كل حاجه، بس انت ابعت له رساله واتساب للرقم اللي ظاهر لك على الشاشه دي. بالتوفيق ان شاء الله. عايز الفيديو ده يوصل لكل الناس، يعني لو انت في جريد 4، في جريد 5، في جريد 6، وصله لاصحابك، وصل الفيديو ده لاصحابك، لان الحاجه دي قويه جدا، فما تبخلش انك توصلها لي. بالتوفيق ان شاء الله. سلام.